يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس ماض أن من السنة الدخول إلى المسجد الحرام من كدا والخروج من كدا، فهل هذا مطلق في الحج والعمرة وكذا الدخول للصلاة، أم هو خاص بالحج؟ هذا في الحاج، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يدخل للصلاة يتردد عليه ما هو بلازم، يدخل من أي باب تيسر له في طريقه. نعم.